السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بهاي الحلقة أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي واللي أنتوا وثقتوها ونشرتوها على مواقع التواصل، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هاتفنا اللي ظهرت أسفل الشاشة، وتقدرون تتصلون بينا بأي لحظة من لحظات البرنامج على أي رقم من ذني الأرقام اللي تشوفوها أمامكم. اللي ما يقدر يتصل بينا لأي سبب كان، الرقم الأخير اللي بصفة إشارة الواتساب تقدر تكتب لنا رسالة على الرقم المخصص لبرنامج الواتساب. أتمنى تكون رسالة مكتوبة متبوعة باسمك ومكانك حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. نبدأ حلقة اليوم مشاهدينا الكرام، وأول ملف ويانا هو ملف الصناعة العراقية اللي شافت ما شافته من الإهمال والتعنت واللامبالاة من قبل المسؤولين، واللي يواجه هذا القطاع المهم قطاع الصناعة العراقية أو كلمة صنع في العراق مشاكل كبيرة من سنة 2003 لحد هذه اللحظة. تعرضت المصانع التابعة للدولة إلى تخريب، سرقة، إهمال وإهمال الآلاف من الكوادر من مهندسين أو عمال بهاي المصانع وراء تعطيلها المتعمد. يقدر عدد مصانع ومعامل القطاع الخاص المتوقفة من العمل منذ احتلال العراق سنة 2003 من قبل القوات الأمريكية البريطانية والثلاثين دولة وياها سنة 2003 بأكثر من 64 ألف مصنع ومعمل، واللي يمكن لو كانت تشتغل لحد هاي اللحظة أن توفر فرص عمل كبيرة للشباب وتقلل نسب البطالة اللي ارتفعت بوطيدة عالية بالسنوات الأخيرة. نواب البرلمان الحالي أجمعوا على أنه غياب الإرادة السياسية هو اللي دا يتسبب بعدم تشغيل هاي المصانع، وأنه الأحزاب الحاكمة ما تكترث بالتبعات الاقتصادية الخطيرة لتردي الواقع الصناعي العراقي. أحد الناشطين يتحدث عن توقف معمل المنسوجات في محافظة ذي قار نتيجة غياب الدعم الحكومي، ونتيجة أخرى أنه الدوائر الحكومية ترفض تتعاقد ويا هذا المعمل، هذا الشيء اللي أدى إلى تكدس البضائع، إضافة إلى وجود أزمة مالية بصرف رواتب الناس اللي تشتغل بهذا المعمل. مصادر محلية دولة هواية من هاي الإجراءات هي اللي واقفة وراء عملية إيقاف المعمل بسبب جهات سياسية همهم الأول والأخير هم يستولون على الأراضي الخاصة بمعمل منسوجات ذي قار ويحولوها إلى قطع أراضي سكنية. خلونا نشوف. ليش محافظة ذي قار متوقف فيها المعمل يا سيد يا سيادة رئيس الوزراء؟ أنتم من جيتوا فتحتوا المعمل والناس تلقتكم والناس طشت شكليت عليكم وكضيتوا المقص وفتحتوا هذا المعمل. تعرفون حالياً شركة المنتوجات في محافظة ذي قار مهددة بالهيكلة لو ما تعرفون؟ تعرفون كل المكاين اللي موجودة من أحدث المكاين في محافظة ذي قار ما تشتغل بسبب دوائر المحافظة، ما حد يتعاقد وياهم لو ما تعرفون؟ السيد رئيس الوزراء تعرف لو ما تعرف؟ أنت من إجيت بوقتك وكنت وكيل وافتتحت هذه الورشة وقلت راح ندعمكم، أنت حالياً في موقع المسؤولية، دزيت على محافظة ذي قار على وزير الصناعة وقلت له يا أبا شنو الموضوع اللي جاي يواجه معمل منسوجات محافظة ذي قار؟ ليش إنتاج ماكو؟ شنو السبب؟ المخازن حالياً مملية بالمواد، بس المكائن متوقفة، دوائر المحافظة ما تقبل تتعاقد وياهم، فقط المستشفيات الأهلية والمدارس الأهلية. سيادة رئيس الوزراء، السيد محافظ ذي قار، السيد وزير الصناعة، تعرفون المنتج الوطني أفضل من المستورد لو ما تعرفون؟ سيادة رئيس الوزراء، ممكن تتحقق من الدوائر في المحافظة اللي طلبوا منعتهم يجون إلى شركة المنسوجات؟ شوفون المواد شلون جاي تجي كتب الاعتذار، من اللي جاي يشتغلها؟ الله العالم، أنا ما أعرف أتحقق من الموضوع. سيادة رئيس الوزراء، تعرف أنه معمل المنسوجات قادر على تجهيز وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة الصحة والتربية، وزارة العدل لو ما تعرف؟ تعرفوا شنو المشكلة بهذا الفيديو؟ هو مو بس معمل منسوجات محافظة ذي قار، لا، هو هواية من المشاكل. هذا المعمل إضافة أنه بالعراق أكو هواية من معامل النسيج، معمل منسوجات النجف، معمل منسوجات ذي قار، هواية من ذني المعامل إلهن أهمية بالعراق. ليش؟ أنت لما تفكر تدعم المنتج الوطني، أنت مو معناها أنت مواطني، لا، أنت تفكر تفيد الناس اللي هم دا يشتغلون بهاي المعامل.
فأنت تقدر توفر بالقيمة، توفر بأموال الدولة، توفر رواتب إلى موظفين بهاي المعامل، توفر منتج مكتوب عليه صنع في العراق. في كل بلدان العالم عندهم قرارات يمشوها بالبلد كضرائب أو شيء على المنتج الأجنبي بس لأجل دعم المنتج المحلي. اللي عندها معمل لإنتاج الأجهزة الكهربائية تدعم هذا المعمل، اللي عنده معمل لإنتاج إطارات يدعم هذا المعمل، اللي عنده معمل لإنتاج ألبسة يدعم هذا المعمل، بس في سبيل إنه المعمل يظل ماشي وصناعته تمشي ويفكر شلون يطور هاي الصناعة دا يصدرها للخارج حتى يزيد من دخل المعمل ويزيد دخل الدولة. لكن بالعراق عندك معامل للمنسوجات اللي حسب الناشط يقول هو قادر على توريد وزارة الداخلية ووزارات أخرى، لكن المشكلة بالسياسيين اللي ما يفكرون بهذه المنتجات الوطنية لدرجة أنه الدوائر الحكومية ترفض تتعاقد وياهم وتكدسة المنتوجات. فقط أكو بعض المستشفيات الأهلية أو بعض المدارس الأهلية. هاي مشكلة قائمة بحد ذاتها. أنت ما تخرب معمل، أنت تخرب حياة آلاف الناس اللي تشتغل بهذا المعمل، تخرب اسم البلد اللي أنت تنتمي إليه، تخرب اسم البلد اللي أنت تقوده حسب ما تفكر، تخرب كل شيء يهم هذا البلد. حيدر الحمداني الناشط نشر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي أكد به عزم حكومة السوداني هدم أحد أكبر معامل الشرق الأوسط لإنتاج الشكر بقضاء طويريج بمحافظة كربلة، واللي انفتح سنة 1975 ومن 75 لحد قبل فترة هو شغال. لكن وزارة التجارة قالت أكو مساعي حكومية لتشغيل هذا المعمل المتوقف عن العمل من سنوات. هذا الشيء طلع أو رأيهم طلع الوزارة وراء ما أثار المقطع المصور جدل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة إهمال السلطات الحكومية للقطاع الصناعي المتداعي. أعرف أنه ليش محافظة ذيقار متوقف. أعتذر. هذا المصنع أنشئ سنة 75. الإمارات العربية المتحدة أنشأت مثل هذا المصنع قبل 4 سنوات، وإحنا عندنا من شوكت من 75. هذا المصنع ينتج السكر السائل، المعجون بنوعين، الخال، كاتشب، الصاص، إضافة إلى السكر السائل. يخلون هنا التمر والزهدي وتطلع بهذه الآليات الهنغارية الألمانية. يعني هذا المصنع هسه اخوان هو واحد من اكبر المصانع بالشرق الاوسط. هذا توقف بعد 2003. اشتريت الشركة الذهبية لإنتاج المواد الغذائية من وزارة الصناعة سنة التسعين اشتروه $22 مليون. توقف بعد سقوط النظام. تفاجأوا انه الارض تعود الى وزارة التجارة. هذه المشيدات هسه لهم، واشتروا طبعا هو والارض من وزارة الصناعة في وقتها. تفاجأوا اخوان انه التجارة الارض لها. التجارة شردون هسه شلون واحد يلعب طوبة ويريد ياخذ الطوبة زعلوا يا جماعته، بطلنا اعطونا القاع واخذوا المشيدات. شو يسوون بها القاع؟ اريد نوزعها قطع اراضي للموظفين. هذا المصنع العملاق اللي بيه 3 خطوط إنتاجية من أكبر الخطوط في العالم لإنتاج السكر السائل، يردون يفلشوه ويحولوه قطع أراضي. شوف هاي الليبلات القديمة مالته مال الإنتاج، خال دبس الأي أي. سيد محمد الشاعر السوداني وين اكو عاقل؟ شوف هاي البثر، وين اكو عاقل يفلش هيك مصنع عملاق ويحوله قطع اراضي سكنيه؟ الناشط حيدر سال سؤال باخر الفيديو يقول وين اكو عاقل يفلش هيك معمل او مصنع عملاق ويحوله قطع اراضي؟ عندك قياعين بالعراق هوايه غير مستصلحه، روح استصلحها. بس بالمقابل هذا يحلك
أكثر من أزمة. أزمة البطالة لأنه راح تشغل ناس فيه، أزمة الفقر لأنه اللي راح يشتغلون راح يستلمون رواتب، زيادة مدخول الدولة لأنه هذا المصنع راح يزيد من المدخول، الاعتماد على المنتج المحلي وهذا مهم في قياس الرفاهية بدول العالم. لكن مع الأسف نرجع ونذكر، تتذكرون وزير الصناعة الأسبق من طلع على التلفزيون والعالم كلها هجت لما طلع وقال ملف المعامل والمصانع العراقية هو مشمور بدرج، عفوا بمجر بمكتب وزير الصناعة. أي وزير صناعة يجي يتسنم وزارة الصناعة ممنوع يفتح هذا المجر ويقرأ هذا الملف أو يحاول يفعل واحد من المعامل. هذا هو فعليا اللي دا يصير بالعراق. الناس لما شافت هاي الفيديوهات عن إيقاف المصانع العراقية وتعمد إهمالها علقت على هذا الموضوع من فيسبوك عقيل القراغل، يقول والله كارثة، هاي متروكة هيك إش قد تشغل بها يد عاملة، إش قد تربح الدولة من وراها، لا حول ولا قوة إلا بالله. أبو ليث الخالدي، كارثة سودة والله، عافية عراق بس يهدم ويبيع ماكو. يوم قالوا فتحنا مصنع عملاق شركة متميزة بالشرق الأوسط، يعني شوف كل المصانع اللي كانت تنتج هدموها وباعوها هي وترابها، إلى أين يا عراق، إلى أين ذاهب؟ وليد الشحماني، هي هاي حكومة الإطار تريد تدمر كل البلد وتنهي الصناعة حتى تعتمد على أسيادهم إيران. سيد جاسم الصافي يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بلد تايه دون تخطيط وتفكير للمستقبل. الصناعة العراقية أو كلمة صنع في العراق يجب أن تكون من أهم أولويات من يتمسك بالحكم أو من يحاول يحكم أو من يحكم أصلاً، لأنه كلمة صنع في العراق هي الكلمة اللي المغتربين العراقيين اللي موجودين في دول العالم اليوم لما يفترون ويشوفون منتج عراقي يفتخر، فهي فخر إلى العراق. لكن اللي دا يصير مع الأسف. عبد الرزاق من بابل، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ فارس، طيب لا يحتمل على طاقات شعب وطاقات أبناء يكون مصير الفشل. يعني إحنا من يعني حتى قبل 2003 يعني ما الشعب العراقي ما شاف الرفاهية حقيقة. بعد قبل 2003 احنا عندنا طاقات وعندنا ايدي عامل وعندنا كفاءات، احنا سخرناها من المصانع الحربية. وشفت استمر يعني حروب طاحنة وخضنا وهذه، كان مضطر ان نهتم بالمعامل يعني اللي تخدم المواطنين. يعني عندنا معامل صحيح لكنه أبناء البلد مسخرين للحروب. هاي قبل 2003. بعد 2003 اللي إجوا يعني اعتمدوا على العامل الخارجي. يعني ما اهتموا بالبلد، لا بناء مصانع، لا بناء يعني شيء يخدم المواطن العراقي، كل اعتمدوا على الخارج وعلى الجهات اللي هم منتمين إليها. فشوف المواطن العراقي عاش المرارتين، عاش مرارة قبل 2003 وعاش مرارة قبل 2000 وبعد 2003. فاحنا عندنا طاقات يا استاذ أسد، عندنا طاقات وعندنا ما شاء الله ايدي عاملة يعني خير من الله، لكنه يا اخي ما لقينا القائد اللي ياخذ بايد هذا الشعب. يعني يعني يوفر له الرفاهية والمهينة يا أخي، ما اللي من يعني تأسس هالبلد هذه لحد هذا اليوم، من الملكية لحد هذا اليوم المواطن العراقي يعيش ولات، يعيش الفقر والبؤس. وشنو هو والله يا أخي على مجتهات الحاكم، الحاكم شنو والله وجهة النظر مالته أو شنو اللي يريده يسير لك الشعب. فإحنا ما لقينا قائد يخدم هذا البلد حقيقة. يعني للأسف الشديد تشوف المواطن العراقي عايش يعني بؤس. استاذ أدل، احنا يعني تأملنا بانه بعد 2003 من يعني دخلت الديمقراطيه والحريه انه الشعب العراقي راح ينهض، لكنه يا اخي شفنا دول العملاء ودول شو والخونه اللي قدروا
بالبلد وغدا بالمواقف العراقية. نعم نعم. واحنا اليوم نشوف البلد مالتنا صايب صايب. يعني بدي اقول لك يا احنا جاي ما شاء الله نصدر العمايم ونستورد الجنايز. نعم يعني نعم. هذا غلط. نعم. هذا ما يبين بلد يمكن بهيجي صيغه. نعم. ما نقدر احنا ناس اللي يعني تخدم هذا البلد كلهم. طب طب شكرا شكرا لك اخ عبد الرزاق. ابو زينب من النجف حياك الله. الله يحييك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل العالم يعرف قبل 2003 كان العراق بلد صناعي زراعي تجاري سياحي منتج من الطراز الممتاز مو الطراز الاول. يعني اذا تيجي تحدد كاشياء بسيطه معمل ادويه سامراء، معمل ادويه الموصل، سكر المكعبات في الموصل، سكر ميسان، اعظم مصانع تعليم في الشرق الاوسط مال كربلاء اللي حولوها الى كاله مدري الايران وطور مدري المد، مصانع صناعات الحريريه في بابل، معمل الاشياء الطبيه ومن ضمنها هاي المال الانجكشن هاي يسموه مال زرق الابر. نعم. اللي كانت تصدر لاوروبا يا عالم، ومعامل الصناعات الصوفيه في ذي قار، معامل الورق اعظم معامل بالشرق الاوسط في البصره، معامل الحديد والصلب اعظم مصانع ومعامل بالشرق الاوسط في البصره، وغيره مال كبس التمور وغيره. يطلع لك امعه من الامعات ورا ال 2003 ها؟ نعم. ما يعرف شنو الباع السياسي. يعني بدل ما يقول لك الجيران العراقي المفروض تشيل غيرتك يعني على بلدك، يقول يحكي بقضيه اعاده المصانع نشح الابواب. ليش هذا؟ يقول يجب ان نفشل مشروع ميناء الفاو. ليش بابو؟ ها؟ زين حولت البلد الى تراب، حتى المي عطشونا دي، والان من اللي عطشتنا اكثر شيء 42 حوزه جدول هناك ايران. ما يقولون ايران كذا ويسوحون ايران شقيقه ومأمنين وما يرجون يتونسون. انا اقول ما اقول يزورون من السليمانيه الى الفاو، الاستنفار كامل الجيش والاستخبارات والمخابرات والشرطه والحدود. نعم. شوكي هذا يحمون الزوار الايرانيين، بينما زوار هناك من يتعرضون الى اي قول من مسؤول امريكا انه راح يفرض عقوبه عليهم يلزمون. نعم العراقي ما راح يزورون شبعهم تلاليق وراشديات قدام زوجاتهم بنص الروضه. نعم. شكرا 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 لك ابو زينب. الاخ عبد الرزاق ذكر ان البلد بطاقات كبيره هوايه. اذا اريد نتكلم عن التعليم اللي خرج من تصنيف الجوده العالميه بالعالم، الاساتذه الجامعيين العراقيين في دول الجوار معتمدين الى حد هاي اللحظه لمكانتهم العلميه ولمعرفه دول الجوار بأهمية العلم بالعراق وأهمية جامعة بغداد والجامعات العراقية ورصانتها في فترات طويلة من الزمن، واللي وصل التعليم بالعراق ظاهي التعليم في الدول الإسكندنافية، واللي جامعة بغداد تبوأت مركز مهم كوحدة من أفضل 10 جامعات بالعالم في فترة من الفترات. هاي كلها مشاكل صارت للتعليم بعد عام 2003، لأن يعرفون أنه العراق بإمكانيات وبطاقات وبناس تشتغل وكعقول، ولهذا السبب كان يسمى جمجمة العرب، فاشتغلوا على تخريب التعليم. إضافة أنه أكو هواية مقاطع تقول اهتم بالتعليم أعرف مستقبلك شلون يصير، فلش التعليم شوف مستقبلك شو راح يطلع. مراقبين أجمعوا على أنه أزمة الكهرباء بالعراق ما راح تنتهي، لأنه الحكومة إذا ما شخصت العوامل اللي تسبب الأزمة بنفسها ما راح تنتهي هاي الأزمة. وأضافوا أن أزمة الكهرباء هي مو وليدة هذا الصيف، لا هي ممتدة من سنة 2003 لحد هاي اللحظة، وما تم وجود أي حل
أو مخطط لحل المشكلة بسبب سوء إدارة ملف الكهرباء وعدم وجود إجراءات حكومية حاسمة بتصحيح أوضاع هذا الملف. عندنا وقفة احتجاجية لأهالي منطقة سيف سعد بناحية هبهب بمحافظة ديالى ضد الفساد اللي دا يصير بدائرة كهرباء هبهب، واللي شي يسوون الدائرة؟ محولة خربانة بجهة، ينقلون المحولات الكهربائية الزينة اللي تشتغل المناطق الثانية تعاني من تعطل محولاتها، بدل عملية الصيانة الدورية اللي مفترض تسويها دائرة الكهرباء حتى تشغل الكل. هذا ايش يسبب لما تنقل محولة من جهة إلى جهة؟ انقطاع للتيار الكهربائي لفترات طويلة عن الناس، إضافة إلى أن الأعمدة الكهربائية ما تنصب بشكل آمن، وهذا الشيء اللي سبب تهديد السلامة المواطنين. خلونا نشوف. وقفة بسيطة، نوقف الثانية نحتاج ونعتصم ونقطع الشارع هنا وبات هنا من الدائرة مال الكهرباء، لأن فساد كل الشبير بالدائرة مال الكهرباء، دائرة كهرباء هبهب اللي مسؤولة على سيف سعد. المحولات قام يشيل مدير الكهرباء يشيل المحولات من مكان يحولها للمكان في سبيل على أساس ذيك عاطلة، زين صلحها ورجعها، قامت ما ترجع لنا لا هاي ولا هاي. الأعمدة حاطين لا صب ولا شيء، وخلي يجي سيد المحافظ ويصور الأعمدة كل نعوج وراح يفخن بالخط 11. وعدنا جهال، والأيام القادمة جاينا شتاء، والأيام القادمة جايتنا وعدنا طلاب مدارس، هاي وينهن؟ خلي يجينا، خلي يجينا سيد المحافظ، خلي يشوف فساد الكهرباء شلون صاير بسيف سعد. مشغلين المحطة كل وقت يفوق من عندنا نص ساعة، ثلاثة أربع ساعات، ثلاث ساعة، نص ساعة. مرتبط كهرباتنا ويا المي، ما عندنا مي بسبب الكهرباء. كهرباء المشغلين فساد، احنا وين نروح؟ وين يطلجونا؟ سيد المحافظ وين يطلجونا؟ اليوم احنا حاليا هسه مظاهرات بسيطة، نقطة ثانية نعتصم ونعتصم هنا ونقطع الشارع. انتوا اذا لاحظتوا هذا الاعتصام او الاحتجاج او هاي الوقفه الى اهالي منطقه سيف سعد بناحيه هبهب، وقريتوا القطع اللي هم شايليها واللافتات، الخدمات معدومه، الخدمات معدومه، الخدمات معدومه. هنا يقول لك اين وعود المجاري التي لم تنفذ؟ توفير الكهرباء، حقنا بالكهرباء، توفير الكهرباء مطالب حقه، توفير وحده للبلديه، الفساد لا دين له، حقنا بالكهرباء، حقنا بالماء. يعني ذني اللي طالعين دا يطالبون بيها هي الأساسيات اللي المفروض المواطن ما يفكر بيهن. ذني المفروض من أساسيات عمل الوزارات الخدمية اللي المفروض هم يشتغلون لخدمة المواطن، والمواطن ما يفكر بيهن. يجي المواطن لما يشوف شيء أعوج يقول لهم يا باكو شيء أعوج تعالوا صلحوه، بس مو تعالوا وفروا لنا الشيء اللي هو المفروض أنتوا توفروه. هذا اللي دا يصير بالعراق. نبقى ويا أزمة الكهرباء. أزمة الكهرباء مو قلنا لكم مو وليدة هذا الصيف. نانا سكان عمارات النسيج بمدينة الديوانية بمحافظة القادسية اشتكوا من انقطاع التيار الكهربائي ببعض البنايات. بهالأثناء هم تواصلوا ويا مسؤولين الصيانة، اشتكوا حتى يصلحون الخلل، لكن ما حد استجاب لهم، ما حد إجاهم، ما حد فكر بيهم. بمشهد يعكس لكم حالة الإهمال اللي دا تصير بتصليح العطلات اللي تصير في بعض الأماكن أو بعض الحالات وتخفيف معاناة المواطنين. خلونا نشوف. عمارات النسيج، عمارات مقابل معمل النسيج الديوانية، هاي نص هاي بيها كهرباء وهاي ما بيها كهرباء، تقريبا حوالي ست عمارات. أترجاكم أعلام المحافظة، سيد محافظ الديوانية ميثم الشهد، أمشي عليكم الحسين، أولادنا طالعة برا الله وكيلك بهالحار وهالبق، شوفونا حيل. مشينا للشكاوي، شكاوي يقولون روحوا ساعة وتشتغل، وصارنا من الليل تقريبا من الستة العصر لحد الآن جاي الناشي، جاي نتصل على شكاوي كهرباء ما جاي يجاوبونا. احنا مواطنين فقر الله وكيلك وعمارة النسيج طحنا طحن هسه بهالحار. عمارات النسيج شوفي هاي بيها، هاي جهة بيها وهاي جهة ما بيها، تقريبا حوالي خمس عمارات. هذا الحال يعني مع عمارات او عمارات النسيج في محافظة القادسية بمدينة الديوانية. سؤال اللي ينطرح هنا، انتم ليش حاطين ارقام للشكاوي؟ يعني الوزارة ما تخلي رقم للشكاوي ليش؟ غير الناس لما تخابر علي انه اكو مشكلة
ولما اكو مشكله غير اللي المسؤول او البداله او اللي يرد على الرقم ينقل المعاناه هاي الى الاعلى من عنده، الى القسم المختص، الى الجهه المختصه حتى تروح تصلح. انتوا ليش حاطين رقم اصلا؟ لان الناس ده تعاني، تدق وما حد يجاوب لهم. هاي مو بس بالكهرباء، اكو هوايه جهات تخابر عليها ما يجاوبوهم. ناس علقت على قضية أزمة الكهرباء من فيسبوك سيد طارق الموسى ويقول كل صيف هاي المعاناة، شنو ذنب الناس تلوع بالحار والفاسدين يتنعمون بالكهرباء وهم سبب أزمة الكهرباء بعد ما سرقوا التخصيصات؟ هاي النتائج من 2003 لحد هسه. عباس العبيدي، السوداني نايم قاعد مو على أساس تحل مشكلة الكهرباء، لو مجرد كلام. وكرار رعد يقول كل صيف نفس الروتين، يخلص بس مناشدات بدون فائدة. أسامة هيثم يقول والله يا أخويا كل شيء ماكو لا ماء ولا كهرباء، وأي واحد يجي يكذب ويروح ويضحك على العالم. فكانت هاي تعليقات الناس على قضية أزمة الكهرباء في العراق، وخصوصا طلعنا مكانين بالعراق اليوم وهي مشاكل كبيرة. أبو علي من الديوانية حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حبيبة هاي الخامة الشكاوى اللي اشتكي دبون أم بسجن دبون المواطن بالسجن. ليش؟ ها؟ ليش؟ أنت تعرف الحكومة هاي يعني شكاوى، قدمنا شكاوى الجيب طلعت كلها ضدنا. هم يطلب الموظف، موظفين الكهرباء مال الديوانية دولة تجار العراق صاروا، مو تجار، مو موظفين خدمين دولة. تعرف كل الديوانية كل ورقة بكل شهر 3 ملايين و4 ملايين. تعرف الديوانيه كلها، بس الديوانيه ما ادري شنو ايامهم ذولا. الناشد علينا قال لهم طلعوا مظاهرات وطلعوا شافوا الحل للنقبه السوداء طاحت علينا هاي. عمي كان ذاك طاقه صدام كان 3 دنانير بالسنه ياخذ. هذول كل شهر وسال الصيف على الصيف. باك كهرباء الله وكيله كان جاني 200,000 دينار. باك كهرباء. زين وزير كهرباء ما يشوف، رئيس وزراء ما يشوف، ما يسمع، لا والله يسمعون. بس هم كلهم شركان. اكو مناطق بالديوانيه ما تلمش عليها الكهرباء، مناطق بالديوانيه نعم قصيف غماس ما تلمش الكهرباء عندهم. هذا يسبونه مال السلطه، والله ما تلمش نعم. ولا انا كذب خلي يطلع وزير الكهرباء يعرف المناطق اللي ما تلمش بين الكهرباء، ويعرف المناطق اللي ما يطلع كهرباء. نعم. أنت مسؤول ما تنقطع الكهرباء، قرية كاملة ما تنقطع الكهرباء بيها، وأحياء بيها مليون، بيها 500، بيها 600,000 كهرباء في يومين ثلاثة ما بيها. نعم. شكرا 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 لك أبو علي. أبو علي قال كلمة، قال ذولا تجار العراق، ذكرني فيلم هوليوودي اسمه لورد أوف وور، تاجر من تجار السلاح بالعالم اللي يعتاش على الأزمات المسلحة بالعالم ويبيع أسلحته إلى الدول اللي بيها أزمات مسلحة، وشون المليارات تروح يمنى ويسرى. فأطالب شركات السينما أن تنتج فيلم اسمه لورد أوف عراق، اللي هم تجار الفساد وتجار المليارات والمواد الغذائية الفاسدة والمخدرات والكهرباء الماكو، أزمة الوقود والأزمات اللي موجودة بالعراق من 2003 اليوم. مراجعة الدوائر الحكومية، مراجعة الدوائر الحكومية بالعراق هي مصيبة من مصايب الشعب العراقي، لأن حتى تنجز أي معاملة يحتاج لك مراجعات هواية، هاي منتهي من عدها، تنتقل من مكان للثاني بظل ازدحامات مرورية كبيرة، توقف بسراوات طويلة جدا ولساعات بالحر بالشمس بالمطر ما حد يهتم بيك، إضافة إلى أنه أنت تنطي مبالغ مالية كبيرة ما بين رشاوي ورسوم ما لها داعي. مقطع مصور راح تشوفوها سيبين لكم الفوضى الغير مبررة والفوضى العارمة والازدحام الخانق بمعرض بغداد الدولي، بس حتى الناس تسجل على البطاقة التموينية الإلكترونية الجديدة. خلونا نشوف.
خلصت من هنا، رحت المعرض بغداد، سجلت على البطاقة الإلكترونية، كملت كل أمورك، وين لازم تروح؟ لازم تروح هسه إلى الكرخ قدام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية اللي هي تخصصت أنه تطبع لك البطاقة التموينية الإلكترونية الجديدة. لازم تروح تطبعها وتستلم البطاقة مالتك وتروح على مود على أمل أنه أنت تستلم المواد اللي هي أغلبها منخورة وفازة ومعفنة. لكن الناس اشتكت من الفوضى قدام هاي الشركة واللي أغلقت أبوابها بوجه المواطنين ساعة 7 بالليل، علماً أنه الدوام الرسمي للشركة ينتهي الساعة 8 مثل ما قالوا الناس. هذا اللي أدى إلى وجود مشاحنات قدام باب الشركة. خلونا نشوف. هذا الزحام ساعة 7:30 الموظفين ما يسمحون لحد هذا الرائد بيشرب الرائد ما بيشرب هو هاي سمدة يسمحون للعالم بدهم هاي العالم كلهم محزورة بيشرب هذا العالم يقولون المحطات فارغة والله بس ما بدي يطلبون كلها تقول فارغة كلها تقول فارغة والله نتروحوا نقوم فارغة فارغة القاعة بس هذا ما يدخل تطبقنا هاك شوف هذا رجال السوى طلع ما يدخل جواصل الزحام طبعا حتى تتخلص من هذا الازدحام لازم تعتمد اكثر من طريقه. اولا لازم توفر اكثر من مكان لطباعه البطاقه التموينيه الالكترونيه، مو مكان واحد، وتعرف العراق بملايين، هاي رقم واحد. رقم اثنين، الدوام الرسمي هو دوام للدوله مو دوام للموظف. همنا نرجع الى كل بلدان العالم بها دوام رسمي من الساعه الفلانيه للساعه الفلانيه، فرضا من 8 ل 5، ما يسدون الباب بالأربعة حتى يقول لك بالخمسة أطلع من الدوام. لا، آخر مراجع يطب بالخمسة، بالخمسة يسد الباب بعد ما يستقبل مراجعين. أوكي، لكن اللي طب جوا ما يطلع، حتى لو صارت بالخمسة، حتى لو صارت بالخمسة وربع، حتى لو صارت بالستة، يطلعون اللي طبوا قبل الخمسة ويكملون ويقول لهم روحوا الله وياكم. لكن بالعراق هذا الحال، بالأربعة بالسبعة يسد الباب. ليش؟ لأنه الأخ بثمانية يريد يفلت، فما مستعد يبقى للتسعة حتى يمشي الناس ويعرف أكو مئات الآلاف جايته. ناس لما شافت هاي الفوضى علقت علي الطاي على فيسبوك يقول ليش ما يفتحون لكل منطقة دائرة مؤقتة للتحديث؟ ليش هالزخم والمعاناة لو يردون يلهون الناس من سرقاتهم اللي بالمليارات؟ جاوبوا الأستاذ علي. وصالح النجم يقول هاي فوضى، المفروض على الوكلاء يفعلون البطائق كل يوم مثلا 5 وكلاء، هذا الحل اللي نقول عليه. سامر العان يقول ما أسويها بهذا الازدحام والحر، صدق كذب قوة ذلهم بهذا الشعب، شنو من حكومة هاي؟ تفضل. سعد اللام يقول هم متعمدين يذلون المواطن والعدهم آلاف الموظفين، ليش ما يفتحون مراكز كافة بالمناطق؟ نعم، لكن لما تجي الانتخابات وتجي الكوميشنات على المقاعد البرلمانية، شوف شقد يفتحوا لك مراكز انتخابية وبدول العالم، ويأجرون مدارس بالخارج، وأكو مفوضيات مكاتب إلها بدول الخارج، ويدربون الناس ويشغلوهم، وشوف إيش قد يحطون مراقبين. ليش؟ لأنه هاي شغلة تهمهم. بس الناس لما تروح تراجع يلا منو مهتم بيهم؟ أبو عمر من بغداد حياك الله. حياك الله أستاذ أفيل، وتحياتي لقناة الرافدين والسادة المشاهدين الكرام. حياك أستاذ أفيل، إحنا نعرف بالعالم كله إن التقدم اللي صار عندنا اللي عندهم صار، للأسف إحنا بالعراق ما عندنا أي تقدم وما عندنا أي تطور. شوف العالم وين وصل، يعني هم قاعدين ببيوتهم ويريد أي، يعني إذا كان جواز وإذا كان أي أمور، يعني ابنه يسجله بالمدرسة أو كل الأمور، أو عدفة مشكلة بالعقار أو عدفة مشكلة تحويل سيارة، كل هاي الأمور يعني هو قاعد خلال دقائق يعني يجي له الكتاب أو يجي له اللي طلبه هو. لكن للأسف إحنا من هالسياسات يعني بنشوف هاي الوزارات اللي جاي تحكم بالعراق من 2003 لحد الآن،
كلها تخلفات وكلها ما يرضي المواطن، ما راضي عليها ولا تيق بالمواطن من هذا الحر الصيف اللي قاعد بنشوفه. المواطن يعني بكثره والازدحام اللي قاعد بنشوفه، يعني لا عندهم كهرباء، لا عندهم اجهزه تكييف، كل هاي الامور من نشوف المواطن اللي ما قاعدين يعانون يشوفون هاي المعاناه. يعني اكو للاسف لو كان اكو بعض الدوائر يشوفون هاي المواطنين اللي قاعد عندنا يصير بالزحامات يعني ياخذون رشاوي وياخذون مبالغ، لكن للاسف من نشوف هذا الامر اللي قاعد يصير عندنا، المواد الغذائيه اللي قاعد يشوفوها الناس واللي قاعدين يتخرجون عليها، للاسف هذا الموضوع ما نسميه اصلا. يعني المفروض اشراف هذه الوزاره وزاره التجاره تكون مسؤوله تخصص ناس يعني كوادر، يعني كثره موظفين، كثره يعني بدل يعني ما يكون الازدحام على شباك واحد او شباكين، يعني يكون على عده يعني مراحل، يعني الموظفين لازم يكونون كثيرين حتى يقدمون يعني هاي الناس اللي واقفه معاناتهم من الحار، اللي عايد شغله، اللي يعني واقف اذا كان عده دوام. فهذا يعني تخلف اكثر بيصير اللي قاعد نشوفه من هاي الحكومات اللي تحكم العراق، يعني ما عندهم اي تطور، ما عندهم اي اهتمام بالمواطن اللي بيشوفوه بيعاني. هذه الازمات اللي خلقتها حكومات الاحتلال من 2003 ولحد الان، احنا ما نقول ان الحكومات هاي ستحكم العراق بهيك قبل، يعني باعتبار انه ما عندهم المواطن له اهميه وما عندهم انه يهتمون بشان المواطن اذا كان بالحار واذا كان بالشتاء. فللاسف للاسف احنا شعبنا من نشوف هيك حكومه المفروض يطالب بسقاطها، يطالب تغييرها، لان كل الشعب العراقي اللي بيشوفه بهذا الوضع يعني ما محترم امام هذه الحكومه، ما معزز، ما مكرم. فللاسف للاسف هذه الحكومه يجب ازالتها وازاحتها واسقاطها يعني تغيير هاي النظام اللي هو دمر العراق من 2003 لحد الان. شنو دور الحكومه اذا ما تحترم المواطن؟ شنو دور الحكومه اللي ما تقدم له اي يعني وسائل الراحه؟ فللاسف للاسف استاذ افل انا اشكرك وتحياتي لك، وان شاء الله التغيير قادم باذن الله تعالى وتتغير هاي الحكومه الفاسده اللي دمرت الشعب العراقي واللي بنشوف المعاناه اللي قاعد يصير عندنا. وانا اشكرك وتحياتي. شكرا 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 لك ابو عمر. لا شكر على واجب، هذا واجبنا. بعض المحافظات العراقية بالآونة الأخيرة بها أزمة وقود حادة أدت إلى إغلاق هواية من محطات التعبئة أبوابها أمام الناس لعدم توفر مادة البنزين أو الديزل أو الغاز يعني أو النفط الأبيض. خبراء اقتصاد قالوا ويشوفون أنه أزمة الوقود هي مو بمعزل عن الأزمات الثانية اللي دا يعيشها العراق واللي تتعلق بسوء الإدارة الاقتصادية أو غيابها بشكل كامل. أحد المواطنين من بعقوبة بمحافظة ديالة ناشد الجهات الحكومية أن توجد حل لأزمة الوقود المتفاقمة بالمحافظة واللي تتعب الناس أكثر مما هي تريحهم ببلد نفطي مثل العراق. يعني ما ظل مسؤول الناشدة، ما ظل مدير، ما ظل شيخ. يعني البارحة أنا نزلت فيديو جيت بالستة وثلث البنزين خانة معزلة، مقهور على هذا الولد خطية اللي قبل ثلاثة أيام نزل فيديو ضايج بالتسعة ونص بالليل لقاهم معزلة ويردهم يفتحون. تعال عمي تعال تعال هسه ب 12:31 دقيقة هاي الساعة، والله ما أدري الناشد من عافية بعقوبة ما بيش أحد. بطلنا من السيارات، سيارات خلصت بنزين راح نطبقها، نريد لنا دبة بنزين للمولدات. عمي الجهال استووا، الشياب ماتوا، والله ما ادري يعني تاليها شلون يا بعقوبه ما اعرف. باكر نطلع نوقف هنا بباب البنزين خانه يسوون ارهابيه ودواعش ومدفوعين من السفاره. حلها عمي يا سيد المحافظ، حلها، شوف لها شاره. هنا المواطن بده يصور اختصر لكم الحاله بكل مراحلها. يقول لك الناشد نطلع مخاشه وادم، نوقف نطلع ارهابيين، نبقى بأزمة الوقود. بس نروح شوية بصف ديالة، نانا بمحافظة صلاح الدين واللي هي مؤشر واضح على استشراء الفساد بداخل مؤسسات الدولة. يعني تخيلوا جهات متنفذة ومافيات وميليشيات ومسلحين يهربون مادة وقود البنزين أو المشتقات الأخرى إلى الدول الجوار ويبيعون البنزين والغاز والنفط بالسوق السوداء، والمواطن يشتكي. هاي شكوى لأحد المواطنين من محطة بئر الذئب
أو بئر الذهب لتزويد الوقود محافظة صلاح الدين، رفض الموظف تزويدهم مادة البنزين، بالمقابل هي تبيعها عن طريق دبة أو جليكان أو حسب التليفون اللي يوصل لهم للمحطة. خلونا نشوف. محطة إبراهيم الأسود بير الذهب، سد الباب وترسل العالم تليكانات على التليفون، ومن يريد يتفول ما يخلينا. واليوم تاريخ ساعة بيش، خلق أزغر الزوم، هاي الساعة 12:30. هاي محطة بير الذهب، تعبئة بير الذهب المشيدة، والساعة 12:30 بالجليكانات يطي، والتصوير موجود والتاريخ موجود وشفته بعينكم. يحتاج نعلق على هذا الفيديو؟ انطاكم الحالتين. الناس لما شافت هذه الفيديوهات علقت على هذا الموضوع. أبو مهيمن الخالص يقول تعالوا شوف محطة الزيتون بالخالص عبارة عن أرتال من الجليكانات يأخذون ويفرغون برا بالستوتات وعلى الشارع العام، وهي محطة بها 3 أوزات، واحد للبحارة واثنين للخالص، والطرق الخارجية خليجون المسؤولين ويشوفون بعينهم. أمجد الشمري، هذه المعاناة كل صيف لأن لا رقيب ولا حسيب. وزين علي، صح بالوحدة الظهر قفلت وبالليل الساعة 10 قفلت همين، هذا يدل على إفساح المجال للأهليات وبيع البنزين خارج المحطة، الوضع في ديالة خارج عن القانون في كل دوائرها بدون رقابة. ومحمد التميمي يقول المسؤولية تقع على عاتق التجهيزات النفطية الفاسدة حتى النخاع. فكانت هاي تعليقات الناس حول قضية أزمة الوقود في العراق اللي تعاني من أدها بعض المحافظات العراقية. قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين سلط الضوء على جانب من الثروات المبددة بالعراق بمقدمة الدول اللي يعتبر هو مقدمة الدول بتصدير النفط، لكن هو يستورد كميات كبيرة من المشتقات النفطية لأنه تصرف أموال طائلة بكل سنة باستيراد هاي المشتقات بذريعة قلة المصافي النفطية للتغطية على فشلها ببناء مصافي جديدة أو تطوير القديمة أو الليمباغن، إلى جانب تواطؤ الميليشيات بتفكيك معدات وآليات مصفى بيجي وقامت والسماح بتهريبها إلى إيران. تفاصيل بهذا الانفوغرافيك. بالتسعينات أيام الحصار الأمريكي الغاشم على العراق كانت أكو اتفاقية النفط مقابل الغذاء، العراق يعطي من نفطه حتى يجيب أكل للشعب، بس كان يكرر النفط الخام ويطلع بنزين وغاز ونفط أبيض ويبيع وما صارت عند أزمة. يا ترى ليش؟
عدد من الطلبة المتقدمين على الدراسات العليا تفاعلوا على وسم التوسعة العاجلة مع الأشغال مطلبنا، حيث طالبوا بزيادة مقاعد الدراسات العليا حتى يعتبروها رافد رئيسي بالعراق للخبرات والكفاءات، ووجودهم وإدامة لهذا القطاع مهم جدا، إضافة إلى إشغال المقاعد الشاغرة. ولهالسبب غردوا الناس على موقع إكس تويتر سابقا زهراء: تتحقق الرصانة بإشغال المقاعد الشاغرة وزيادة الأوراق العلمية الرصينة من قبل المتقدمين والمشرفين ودعم وتطوير المختبرات من جميع النواحي، أنصفونا بإشغال مقاعدنا. أم ملك: أدعم حملة الطلبة المتقدمين للدراسات العليا الموعودين بحوالي 20,000 مقعد دراسي لم يشغل منها سوى 7,000 والباقي يحرم منها أهل البلد بحجة منعها لطلبة بعثات من دول أخرى، وفي ذلك إجحاف كبير. بعثات من دول أخرى للعراق ما معترف رسميا بأنه أكو جودة تعليم؟ ما أعرف. الفاضلي تقول: نحن المتقدمون للدراسات العليا 2023-2024 لماذا لم تمنحونا حقوقنا أسوة بالسنوات السابقة؟ الرصانة لا تستثني دفعة عن أخرى، سنبقى صامدون بمواقفنا ولن نهزم ولن نتهاون بها لأنها حقوقنا المشروعة. ورنا أسامة تقول: أنصف المتقدمين للدراسات العليا، هاي التغريدة وغيرها كانت على هاشتاغ التوسعة العاجلة مع الإشغال مطلبنا. أما بالنسبة إلى رسائل الواتساب، عندي رسالتين. رسالة أولى: السلام عليكم أستاذ أفل الغالي ولكادر قناة الرافدين. أخي يعول الشعب العراقي الفقير والمضطهد من قبل حكومات المتعاقبة على دخول القوات الأمريكية، ويتوقع إجراؤها تغيير في إزاحة الأحزاب الفاسدة ومحاربة الميليشيات التابعة لها، لكن ليعلم الشعب العراقي أن أمريكا تسعى لتثبيت مصالحها ولا يهمها الشعب، وأنها هي من جاءت بهؤلاء القذارة إلى سدة الحكم بعد أن أزاحت النظام الوطني. وليعلم الشعب العراقي أنه لم يقم بالتغيير بنفسه، فلن يقوم بذلك لا سيد من داخل العراق ولا قائد عسكري حالي ولا من خارجه، لأنهم مستفادين ماليا ومعنويا من هذه الحكومات الفاسدة. تحياتي لحضرتك أستاذ أفل أبو محمد من النرويج. شكرا لك. و رسالة أخرى تقول: 3 سنوات مضت ولم تسلم التربية كتب للطلاب ولم تسلم مستلزمات مدرسية أي قرطاسية، نطالب بتوفيرها. مشاهدينا الكرام، هذا كان كل ما موجود ببرنامج صوتكم، واللي تلاحظونه كل حلقة نطلع لكم جانب من جوانب الفساد والمشاكل بالعراق، لكن الحل الأول والأخير بيديكم أنتم، مثل ما قالوا المتصلين ومثل ما قالوا المعلقين. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باكر بإذن الله بنفس الموعد. انتظرونا. في أمان الله.